كان موسم الكرام مشتاق انا شتي مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء من قلب الحي الصناعي لعين سبع. الله يسهل عليهم، الله يسهل على كل واحد يجيب القوت اليومي ديالو حلالا طيبا. يعني في هاد اللحظات عمال وعميلات المصانع بداو كيتوافدوا، المصانع اللي خدامين فيها اللي كتواجد انا حاليا اللي هما مصانع عين سبع. الله يسهل على هاد الناس، هاد الناس هادو الثانيين باش يجيبوا واحد القوت اليومي ديالهم حلالا طيبا باش يوكلوا وليداتهم ويوكلوا الاسر ديالهم. يعني هاد الناس هادو الله يسهل عليهم، يعني كيفما كتشوفوا معنا بداية توافد للعاملات والعمال اللي كيفيقوا في الصباح الكري باش يجيبوها حلالا طيبة. بريك سلام، حفظك الله، جزاكم خيرا، جزاك الله خيرا، الله يسهل عليك. يعني كيفما كتشوفوا معنا هاد الناس هادو كيفيقوا في الصباح الباكر باش يخدموا على الأسر ديالهم باش يدمروا. الحمد لله كتافهم ماشي باردين، يعني خارجين يدمروا ويضربوا تمارة باش يوكلوا الأسر ديالهم ويوكلوا وليداتهم. يعني واخا خدامين بواحد الأجر اللي قليل بزاف، مع ذلك أنهم راضين به، يخدموا ويضربوا تمارة باش يوكلوا وليداتهم طرف ديال الخبز حلال. طرف ديال الخبز حلال، هذا هو طرف الخبز الحلال، لأن هاد الناس هادو كيضربو تمارة ديال بصح. يعني كيف ما كتبوا معنا بداية توافد. كيف ما كتشوفوا معنا العاملات والعمال في هاد اللحظات كيدخلوا المصانع. يعني فايقين في الصباح بكري باش يخدموا باش يدمروا باش يوكلوا وليداتهم طرف ديال الخبز حلال. الله يسهل عليهم. يعني فئات عمرية مختلفة، أجناس مختلفة، كاللي خدام على والديه، كاللي خدام على وليداته، كاللي خدام على الزوجة ديالو، فالحمد لله، الله يسهل عليهم، والله يسر لهم أمورهم. إلا جينا نتحدثوا على المشاكل ديال هاد الناس هادو، راه مساكن كاين اللي كيجي على رجليه من الدار، لأن ما عندوش باش يشد فلوس طاكسي، لأن ديك الخلصة اللي كتخلص، يلاه كيتماشى بها. Thank you.
الله يسهل على هاد الناس هادو مش الكرام اللي كما تبعتوا معنا. هادو هما الناس اللي كيخرجوا باش يجيبوا الخبز الحلال لوليداتهم او لوالديهم او للزوجات ديالهم او للازواج ديالهم. فالله يسهل عليهم يا ربي والله يسهل لهم امورهم. مشاهدينا الكرام مشاهدينا قناه شوف تيفي، صباح النور عليكم من جميع انحاء العالم، من جميع الناس اللي كيتبعونا الاوفياء. غادي نودعكم على امل تلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.